جدا مشاهدينا الكرام متتبعي الايام 24، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر الجديد من نواحي الدار البيضاء، إقامة جنان الأندلس لمحسوبة على بوسكورة جماعة نواصر، عمالة نواصر. كيف ما شفتوا هنايا راه الصورة يعني واضحة، الناس هذا راه صالون، هذا راه صالون، هذا صالون ديال هاد الناس هادو، ها هو فيه روكار. اليوم ماشي من سميتو ديال هادشي، خلي الناس التقليديين تعرف، راه الانسان في منعزل طرف المنعش عقاري قبل ما يسلم الناس الشقاق ديالو، وهذا هو الاشكال اللي عندنا. نورمالمون راه كاينين الناس، كاينين السلطات، كاين المراقبه، كاين اللجان، كاين دفتر التحملات، واش هاد الناس ما عارفوش بان هادشي باش فينا شنو غنديرو، واش كيضم بان الاخصائي نحفرو. فاذا بي انا ماكنتش نتوقع انه يكون روكار هنايا، على الاقل حتى تتوقع يكون واحد ولا جوج. فاذا بي تلقى روكار ولا غتشوفوا الصور، ربما راه غنعطيهم لكم الصور، هنا لقينا عامر مملوء عن اخره، هاد الروكار كلهم كانوا عامرين، وجوج بنات سميتو بدينا تخويو. وهانتوما شفتوا هاد الحاله هادي، انا ما فهمتش والله ما فهمت، في واحد الساعه باقي مصدومه يعني مازال ما عرفتش. دابا كاين هنايا وكاين عاوتاني في جوي اخرين. اربعه كاين واحد دابا انا، وكاين واحد في الكوده سميتو في الكويزين، وكاين واحد في الشومبر بوشيعي، وربما راه الصور معبره. انتوما عيطتوا تواصلتوا مع الناس اللي انا شنو نقول لك، هما الوثائق ديالي، عيطت لهم البروجي، انا من العاد ديالي ما تنبغيش نبدا تنبغي نبدا حيت بيها، اتصلت بالناس ديال البروجي، عيطت لواحد السيد خديت رقم التليفون ديالو، قلت له ودي حيت بيها، قلت له اذا كان ممكن، عاودت ليه الحكايه، قلت له ها المشكله كيدير، قال لي راه تقدر تبدا تصيفطي للناس التقنيين ديالي وداك الشيء. فاذا ما خدام ولا قطع لي التليفون ما بقاش شي، بقيت صابر واحد شويه، وواحد السيد معايا هنا في العمارة وربما تيخدم معاهم في الشركة، قال لي راه هضرت معاهم راه ما كاين حتى حد، دونك اضطريت باش نعدي تقريبا راه شهر وانا في هاد الحالة هادي، وانتوما تعرف في وسط الصيف والوليدات تيقراو بواحد الحالة زعما والظروف الصعبة، وراه ما عرفتش نقول لكم، راه يعني الانسان ديال تقارب انا كثرت الخرجات الاعلامية الصراحة نقول لكم والله ولد خجل انا وحق الله، لان بسط الحوايج. المهم باش نكمل، عيطت للناس ما لقيت حتى شي اعداد صغيره، لا حياه لمن تولد طبعا، اضطريت باش ندير المسائل القانونيه، جبت المفوضه القضائيه، دارت المعاينه ديالي هنايا، خدات التقرير ديالها، مشيت باش نبلغ الناس، عطيت الادريس ديال الشركه، مشات قلبات اصلا الشركه كاينه غير واحد البيرو في شارع محمد الخامس، تيحط واحد الموظفه ديالو مره تكون مره ما تكونش. ولكن تبارك الله السيده المفوضه دارت المجهود ديالها، تلقات السيده فبلغات، ما بغاتش تبلغ، رفضات. علاش؟ ما بغاتش، المحضر ديالها هو عندي هنايا، جات قالت لي ودي السيده ما بغاتش. من بعد هذا الشيء دارت شكايه للعامل هنا، وهاد الناس اللي حدايا حتى هما معنيين، العامل ديال المواصل، تسنيت واحد المده هي تقريبا ما تفعلش داك الشيء. مؤخرا البارح ربما تنظن واش كان شي تدخل ما عرفت، المهم عيط عليا الشيخ ديال القياده، قال لي ودي راه المشكل ديالك راه تقريبا واقيلا راه وصل، راه قال لي لقيت غتصيفط لي الشيخ هادي جوج سيمانات وهو نفس هاد الهضره. سمح لي ماشي مشكل، عيط الشيخ هادي مدة جوج سيمانات على هاد الجمله وحنا كنسمعوها، راه جا سمح لي دقيقه، جا الشيخ هادي مدة جوج سيمانات ودار معاينه وقال لك ودي هاد الدار ما لقاش كنا، وانا غنمشي نخبر القايد ولا هذه حاله كارثيه ياك، ما كنتفاجئوا حنا كنا الحمد لله راه جا غيمشي يقولها القايد، غيجي القايد يدخل يدير الحل. مشيت بجوج سيمانات واش انت كتقول له شوف تحملوا مسؤوليتكم، وليداتي في الزنقه وانا متشرده، يعني الانسان اللي كتقول له في الزنقه راه ماشي شنو غادي نكون في الزنقه، واش حيت كان مات عند الجيران شنو غادي ندير بيتهم، واش غادي ندير بيتهم، واش فهمتيني، يعني انا تقات الدايره تقات ناس غير شي حاجه من الحوايج راه ما تقديش، هانتوما واقفين واش قديتو تكملوا، يعني كلكم دايرين لي بافي، راه الريحه كتقلب، يعني انا دابا الا كنهضروا حيدينا غير باش نقولوا داك الدار اللي عندنا وداك القهره اللي في قلبنا، يعني هاد الشيء هاد الناس على الاقل داك الناس المسؤولين يجيو عندنا، على الاقل نقولوا بعدا راه واحد الناس معنا واقفين راه كيديروا معنا بعدا، المهم راه عندنا ثقتنا في بلادنا، يعني هاد الشيء راه ماشي معقول، راه غوتنا بكينا شكينا درنا شكايه، واش هاد البروجي عندنا مازال كنقولها ونعاود، واش هاد البروجي ما عندوش النهار اللي كان هاد السيد اللي بغى يدير الصوالح يعطي الصوالح للناس، واش ما كانتش لجنه، واش ما كاينش دفتر تحملات، وانا نهار اللي جيت هزينا الكريدي وغرقنا راسنا قلنا كاين
سكني. حسب هاد الجيران خلقت راسي كريديات انا وراجلي وفي الاخر طلبت هاد الجيران. خليها خليها عفاك تقات اختي تقات واحد الجيران شادينا وما يشدو هاد الجيران هما راه بانو قالك احنا نبانو احنا هادشي طحنا في خاطرنا هادشي الزهرة هادشي حدايا هما جيراني وسوقي عليا بكلشي راه كانت هاد الجيران راه مرافيا دايما طلع واش هذا هو القانون اللي كيحميني واش هذا هو حق الساكن لائق اني يخشوني في القوادس هادشي ماشي معقول اش خدمنا اتجهنا للقانون دوك كنمشيو العشوائي اش كيجاو طبقوا عليا القانون كيجاو غير من خالتي لا ما تبنيش لا ما تحلش الرجال لا ما تحليش باب لا ما ديريش الدارة لا داك الساعة كانت تسمى العشوائية شريت العشوائي ولكن فين هو حقي يا كاين بلاد فيها القانون هاد القانون علاش ما طبقش على الناس اللي ضروني اللي انا شارفة شي خسرني اللي بلاش تخسرت فراني ما كاينتي حوايجي زيفو خسرت خدمتي الحالة النفسانية ديالي ولا يعطيو ليها شي دار غير القهوة اللي انا اللي فيها وليت انا ما كنتش باغي نخرج بالاعلام انا ما كنتش باغي نبكي ونشكي انا كنت هانو نبكي وكان خاصني شي عملية زبالة فلوس نهضر على شي حاجة اللي ما كايناش انا راه حقي خصو يكون عندي باش نخرج من التعليم ثقة فينا الله ثقة فينا الله دمرتونا بارك الكريديات بارك المعيشة غالية وزدتو قهرتونا زعما هادشي واش حسبتونا في ايران واش هاد نسمو شكون ما بغاكم لا شريكة ولا اي واحد عندو يد في هادشي واش ما قالوش ناس عائلات كتسكنو في هاد المنظمة ما قالوش انو ناس حسبتونا في ايران حسبتونا حشرات اللي خشيتونا في قبل هاد الحار واش هادي دار تسكنا وكان عاود نقول لك صاحب الجلالة نداء ليك نداء ليك تبانا وانت تاج راسنا وانت اللي انت الا كان هما كيتغنوا بفلوس انا كنتغنى بيك اسيدنا وكنتهضر بالله تعالى تبارك وكنتغنى بيك وكنقول لك خذ حقي مع هادو الظالمين وعاقب اللي عندهم يد في هاد الحالة اللي خشوني في الكوادس والله ينصرك وانا رجلها راه مازال انا واحد عندي في الدنيا وفي الله تعالى تبارك وفيك سيدنا اني تخدي حقا اما لك انا مسؤولين ولا كان هادشي اللي داير بينا راه عيكم وركبوا فيا اكتئاب مسؤولين واحد الحاله نفسانيه اللي انا اللي مابقيتش كنتير كنقول غدو لولادي وتقول لي واش كاين لولادي راه ما غناخذش حقي خليتونا فقدنا الثقه في نفسنا باش غنقول لك تقرنا وحق الله حسبي الله ونعم الوكيل هانتي دابا انت واحد الوقت تشوفوا بالله عليكم شوفوا دابا الحاله هذه راه الزوجه ديالي بالله عليكم حنا راه ما تنطلبوش شي حاجه يا بابا انا راه مواطن مغربي تنقد الضرائب ديالي كنت تقولوا المواطن انسان تيدير و تيبغي بلاد وانا مستعد نضحي من اجل البلاد دمي ولحمي وعيش الملك وعيش الملك وحيا محمد ولكن راه ابسط الحوايج يا عبد الله ما تنطلبش شي حاجه ما تنطلب الا سكن لائق وهذا السكن لائق راه مأدي عليه انا ما يعطيوش لينا فابور ادي الواجبات ديالي ديال التسجيل ديال الضرائب ديالي وفي اخر لحظه لقى راسي ساكن بحال هكا راه حرام اجي عفاك وريني راه نسياج انسانيه والله اختي هاتي اختي هاتي سمحي لي هادي ها انت هادي راه الكوزينه انت اختي يمكن لك تقربي شويه عافاك هاتي هذا واش هادي كوزينه انت الا سيت على خاطرك انت قربي شوفي الروغر قداش يعني شو هاد الكوزينه هذا هو هاد الحار هذا هو هاد الحار هذا هادي تبقى كوزينه هادي اللي نقول نقطه في الكوزينه يعني وانا شاريه وفرحانه بداري وغرق راسي كريتيات وكنقول لا راني حقي مضمون انا مشيت شريت من الشركه وشريت من البروجي اللي مسؤوله عليه الدوله وكاين فيها القانون ماشي هكا لو كنت شريت في العشوائي والله ما وقع هاد الكارثه شكون قلت انا سكنت في العشوائي سكنت في العشوائي وقسما بالله 17 عام وانا كاريه ما عمري طحت في هاد الموقف اللي نحسب راسي غرقت راسي البرق طايحه 50 مليون الا جيتي تحسب لي هذا داكشي ديال هاد الزياده والنوطير وداكشي اللي خلص لي 50 مليون كراسي في وسط واد الحار راه ما يبغي حتى شي ديا انا ما تقبل هادشي راه عاد غزيد حنا مسلمين وفي الاخر حتى واحد ياخذ بيديك حتى واحد ما يجي عندك حتى واحد ما يحاشيلك زعما نتوما شنو ما حنا ما محسوبينش هانت اختي شوفي الحمام عاوتاني هانتي شوفي الحمام مال حلو انا ما مش اختصاص ديالي هادشي دبني ولكن دابا هنا الروكا وهادو الملحلو والملحلو الا تفرك عليه هالشعبه انا فين غنشوفها وفي وسط الروكا راه في المرحه ما غنشربوش ما غنشربش خبز عباد الله اللي هبط عليا يعني واش انا ما كنفهمش ابني ولكن ها انت يعني هذا النهار اللي فاض رقينا حاجك عامر راه دابا ولكن هادي ما تهلا هادي اللي مشات تهرست ما غيدوزليش الوسخ ايوا يعني هادشي شكون اللي مسؤول عليه الناس اللي كونترو ما جاوش قلبو يعني حنا كنقولوا صافي راه المسائل كلها قانونيه من رجلها فين هادشي
هاتي اختصار كلها قوادات. لا حول ولا قوة الا بالله. هاتي هاتي قربي شويه تشوفي، هاتي شوفي وسط الحفره كي داير بعدا. ها هو الكونجيلاتور يلاه خديته مشى ولي تضرب فيه الماء انت يا من هنا مشعلات صوطه. يعني هاتي خلي الفران خلي الثلاجه خلي مواني خلي حاجتي خلي خدمتي اللي خدمت ليا اليوم اللي خسف. يعني انا الدار لما نغوت نقول اي انا غير ورقه ديال المتعطلت بالخلاص البارح جايين يديو لي الماء كاع هنا. لا دابا بغا يطبق عليا القانون ولكن انا حقي الدار كله شكون يعوضوني؟ انا ورقه الماء نوريهاكم جايين لي عندها وقال لك يديو الماء كاع هنا. يلا دابا بغاو حقهم ولكن انا حقي فينا هو؟ انا ما بغيتش نطلع ونهضر هكا. انا ما نرضاش بلادي واحد اخرين يسمعوا هاد الشيء. الشكوى بهم الله ما كناش باغيين نطلعوا نهضروا هاد الشيء. عايشين في الواد الحار داري هاتي كتشوفي ما تقديش توقفي فيها ما تقدوش ما تقديش ما كنقدوش ندخلوا ليها. راه دابا هاد الشيء هذا صار لي نايدي اختي الله يدير لكم شي حاجه. هاتي جوج الزهور اجي على الفطور واش فاضت نفاض الماء ولا لا؟ سيدي الله يخليك سمحي لي هذا نداء توجه لجلالة الملك. تصور يا جلالة الملك وهذا المسؤولين تقريبا راه وليدات صغار. تصور الدري عندي عندها 14 سنه تقرا في الثاني اعدادي وتبارك الله راه غاده مزيانه راه دايره مسلك الدولي. اشنو قالت لي؟ قالت لي بابا من كثرت هاد القهره الى قريت ان شاء الله غادي نخوي هاد البلاد غنمشي الى كان هاد الشيء. والدي عاجو في هاد الكارثه وهذا راه جيل ديال المستقبل اللي تنقولوا غادي يشد المشعل وغادي يمشي بهاد البلاد اللي مره اخرى تنقول راه بلادنا عزيزه علينا ومستعدين نموت ونضحيو من اجلها. وانا الا كانت شي حاجه اللي فين ما احتاجونا انا الاول نكون في الصف الاولى. يعني الا كان هاد وليداتنا الصغار راه هاد الجيل تنقولوا جيل ديال المستقبل. دابا بنتك هاد الشيء قالته والله انا هاد الشيء والله الا يعني من الحر ديال القهر اللي شافها الفرس الصغيره. شنو قالت لي؟ قالت لي بابا انا نتمنى نكون محاميه باش ندافع على الناس بحال هاد الحوايج هادو. عباد الله وشوفوا نتوما هاد الجيل البنت اللي كتهضر 10 سنين والبنت الاخرى 14 عام. يعني كيقول لك البنت الكبيره كتقول والو ماما. شوفي اوروبا فيها الحق. يعني علاش ولادنا يهضروا هكا؟ علاش؟ حيت هما شافوا شي ظلم شافوا هاد الشيء ولات كتقول ماما دابا حنا كنا برا من 13 وتخيلي 13 عند الجيران. دابا راه نفساني الحاج والنفساني راه تيعلم بها الله. تصوري الاولى حنا نقولوا حنا الناس النداء ديالك لمن تبغي توجهوا اخر حاجه غادي اعلى السلطه اللي في البلاد اللي هو جلاله الملك والمناسب لانك دقيتي كيف ما قلتي كاع الحاجات حتى باب مزال. هاتي ها الشكايه شوف التاريخ وفوقاش دافعينا النداء ديالي لصاحب الجلاله وتنقول ليه راه مواطن مغربي تيأدي الضرائب ديالو وتيبغي بلادو وتيحماق على ملكو. والله يشافيك والله يطول لك العمر. وانا دابا تاثرت الصراحه راه من الدار والله الا وليت تنقزل من نفسي انا من كثر هاد الخرجات. راه كنقول والله ما تقول لي انا مستعد نموت من اجل هاد البلاد وراه ما تنطلبش شي حاجه. راه تنطلب غير حق بسيط اللي هو السكن اللائق. وهاد السكن انا اديت عليه راه هنت عليه عمري كامل باش وليداتي ملي كبروا لقاو دويره ديالهم فاذا بتلقى هاد الشيء 20 عام. الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا مشاهدينا الكرام كيف ما شفتوا هاد العائله المأساه الحقيقيه اللي كتعيش فيها هي والابناء ديالها. يعني شراو واحد السكن باش يعيشوا يعني بعيش بكرامه ولكن في الاخر كيتصدموا وكيلقاو انهم عايشين وسط لي روكا يعني وسط الواد الحار سواء الكوزينه سواء الصالون سواء الحمام. يعني مأساة حقيقيه كيعيشوا هاد الناس. نداءنا لجميع المسؤولين والناس اللي مسؤولين على هاد الشيء باش يعني على الاقل على الاقل يسمعوا لهاد السيد يحاولوا يشوفوا معاه الحل لانه يعني عايش غير عند الجيران. والسؤال اللي مطروع عندي انا غنعاود نقول واش عباد الله غنبقاو نتسناو حنا هادي الى ما الى ما غنبقاو نتسناو حنا حتى هو شي عماره ولا توقع شي كارثه ولا ما كيخرجش ما حدو السفلي راه ما تنطلبوش اللي كيهبط من البراطم حدو السفلي وتفرق عليا في الحيوط في الاقامه على برا. يعني الاقامه على برا كلها كتسال عندي بجيتي المخارج في الحيوط. واشنو تيتسكن هاد الجدر ديال الساس ونولي والله يصطف شي مصيبه والموت والرياب والروين عاد هما يجيو كيتجارب تتوقع الضحيه ويوقع الروينه. حنا ما نقدروش نديرو حل قبل ما نطيحو في شي حاجه. الله يجازيكم بخير. رأفتي بهذا المواطن المغربي رأفتي بهذا المواطن راه زعما راه واحد الكارثه. اش نقول لكم؟ الله يهدي الله يهدي. لا اله الا الله محمد رسول الله. شكرا لكم. اذا كيف ما شفتوا معنا مشاهدينا غنديروا نلقيو واحد النظره اخيره نلقيو نظره اخيره على الصالون اللي كيعيشوا فيه هاد الناس.
هذا صالون، هذا روغار وسط صالون عباد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يجازيكم بخير. واش جالسة عند الشيران ولا هي ما كيبغينا ربنا؟ في درجة الوليدات ولات تدري كتمشي للمدرسة، ملي كتلقى الموضوع ديالهم في وسط المدرسة، كلشي كيهضر عليهم. شتي دوك الناس في بوسكورة اش واقع عليهم؟ شوف دوك الناس اش واقع عليهم، لدرجة الدرية ولات كتقول لها ماما أنا مبقيتش كنقدر نخرج من الزنقة، مبقيتش كنخرج نشوف هاد المواضيع اللي دايرة عندنا. علاش يا ماما حنا واش ما عندناش حق في بلادنا؟ علاش حنا عايشين حنا مغاربة وما عندناش الحق ديالنا؟ لدرجة كتوقف وكتشوف الدراري كيهضروا وكيقولوا شتي دوك الناس اش واقع عليهم؟ شتي دوك الناس اش واقع عليهم؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنتمناو من المسؤولين يتحركوا شوية ويدويو شوية ويشوفوا الناس فين عايشة ويشوفوا الناس مابقاش مضرورين. راه بزاف اخويا هادشي بزاف، هادشي راه ما كيبغينا ربينا عندو، هاد الحق راه كيبغي الله سبحانه وتعالى. حنا كنتوجهوا لله وكنتوجهوا للملك ملكنا وسيدنا، وكنتمناو منه يكون هو رئيس بلادنا وتاج بلادنا وتاج على راسنا، وكنتمناو ليه يكون يدير لنا حق، يعطينا حق في هاد البلاد ديالنا. هاد الولاد مساكين خداو اكتئاب وخداو مرض نفساني، لدرجة الدراري والوليدات عندها مابقاوش كيبغيو يخرجوا. نتوما غير جيران ديالها، حنا جيرانها، حتى نتوما مضرين، حتى حنا مضرين. لدرجة دابا هاد الملك كيدور فين ما كيخرجش الروكار على برا، كيدور وسط الإقامة. هذا واحد النهار غيولي هي. نتوما حتى نتوما شكيتو، حتى نتوما قتلتو. حنا معاهم كلنا في الشكاية. علاش هاد الدراري؟ خصنا نديرو حل، خص يكون عندنا حل. واحد ماشي كيتسناو المسؤولين حتى كدري بالإقامة عادي تما جايين كيكاليوها بالحديد، رانا يعقل هادشي. هادشي راه ما يمكنش، راه خص يكون مسؤول في أول لحظة، ماشي حتى لآخر لحظة عادي تما جاي. لكن حتى لآخر لحظة بلا ما يجي، عيبقى في بلاصتو. إذا مشاهدينا الكرام، كنتو معنا من إقامة جنان الأندلس. كيف ما شفتوا هاد المأساة الحقيقية اللي كيعيشوها هاد الناس هادو، هاد العائلة اللي كتكون من زوجين وجوج الأطفال، ثلاثة الأطفال، لا حول ولا قوة إلا بالله. ها انتوما كيف ما شفتوا مأساة، يعني باتوا صبحوا يعني وسط الصالون، نافورة خارج منها الماء، اشنا هي روغار الواد الحار. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن مشاهدينا الكرام، في انتظار اقتراحاتكم وتعليقاتكم، كنقول لكم إلى اللقاء.